هلو حبايبي، شلونكم اليوم؟ بهذا الفيديو راح اوريكم هذا الجاكيت اللي هو الدينم جاكيت، راح نلبسه بعشر ستايلات، يعني قطعة واحدة نسوي من عندها عشر ستايلات. طبعا هذا جاكيت يجي من عنده انواع كثيرة، قصدي الوان كثيرة، الابيض الاسود والازرق اللي هو المشهور هذا الازرق. وخلينا نبدأ مع اول ستايل. مثل ما شايفين هذا الستايل الاول نسقته مع اذا عندكم تيشيرت ابيض، بلوزة بيضة، ومع جينز اسود وحذاء او بوت اسود ابيض مثل ما انتم شايفين. هذا اول ستايل مثل ما انتم شايفينه، كثير عملي مال يومي، يعني مثل ما انتم تشوفون. انا وايد حبيت هذا الجاكيت لانه طويل وحلو. طبعا يجي اكو قياسات اللي هو اللي على القد، او يكون قصير او يكون طويل. هذا الستايل الاول. طبعا هذه القطعة جدا اساسية ان يكون عندكم بلوزة او تيشيرت ابيض، وبعد الجينز الاسود هم كلش اساسي بالخزانة اللي تكون عندكم لازم. والبوت الابيض او الحذاء اذا انتم تبون تلبسون، او الجوتي، كثير اساسيات هو اللون الابيض، اللون الاسود واللون البيج. خلونا نروح على الستايل الثاني. Let's go. اوكي، هذا الستايل الثاني لبسته مع بنطلون جراي مع تي شيرت. شوفوا هذا التي شيرت مخطط، هذا بعد التي شيرت من الاساسيات لازم يكون عندكم، لانه وايد راح يلبس عليه وايد شغلات. مثل ما انتم شايفين لبست معاه بوت ابيض، شنو رايكم؟ هذا الستايل الثاني اللي تقدرون تلبسونه وياه. اوكي يلا ننتقل حق الستايل الثالث. اوكي، هذا الستايل الثالث مثل ما انتم شايفين خليت نفس التي شيرت، اوكي، ولبست عليه تنورة. هذه التنورة تقدرون تلبسون تنورة سوداء او تنورة جراي، هسه انا لابسة تنورة جراي. اوكي، وهذا هو شكله. اوكي، انا حبيتها مع التنورة، كلش حلو. فهذا الستايل صراحة كلش حلو مريح، وهي صايرة احب البس تنانير هالفترة، كلش حلوات، فعجبني صراحة مع التنورة. هذا من فوق لتحت، وايد حبيت مع التنورة. يلا خلينا نروح نشوف الستايل الرابع. وهذا الستايل الرابع اللي غيرته، شنو اللي غيرت؟ اللي تحت البنطلون، لبست بنطلون ابيض، هو مو ابيض، هو نفس البيج، بس اذا عندكم ابيض هم بعد وايد حلو يصير، مع نفس التيشيرت اللي هي هذه مخططة. اوكي، غيرت لون الحذاء، لبست لون جراي، بعد لو عندكم ابيض بوت رياضة هم كلش 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 حلو. شغلة اريد اقول لكم، اذا عندكم بالمنطقة الجسم فوق او تحت، يعني اي منطقة من عندهم مثلا فيها سمينة او ان فيها فات وايد، فتلبسون ملابس غامجة. اما اذا كان عندكم منطقة صغيرة بجسمكم تردون انها تكون تبين انها اكبر او شيء، فتلبسون ملابس فاتحة، يعني اللي عندها ممتلئة من تحت يفضل انها تلبس بنطلون يكون لونه غامج. اما اذا كانت ضعيفة من تحت، بس مثلا عندها اكتافها وايد كبيرة من فوق، فتلبس من فوق ملابس غامقة وتحت تلبس ملابس فاتحة. فشو رايكم هسه بهذا الستايل الرابع؟ يلا خلينا نروح على الستايل الخامس. الستايل الخامس مثل ما شفتوا شنو اللي غيرت؟ التيشيرت، لبست تيشيرت اسود، وهذا التيشيرت اساسي بكل خزنة، لازم تكون خزنة ولا خزانة، المهم كل كنتور، كل كنتور لازم يكون. لبسته مع تنورة جراي، اذا عندكم جراي او تنورة سودة هم بعد حلو، معاها هذا الجاكيت الجينز مثل ما تشوفون. لبس معاهم البوت، طبعا وايد هسه الموضة صايرة انكم تلبسون تنانير مع البوت، بوت يكون ابيض، بوت رياضة، فصراحة كلش حلو. خليني اقرب علشان تشوفون شلون يعني لايقين مع بعض، ايش قد حلو. هسه بعد ما تخلصون هذا الفيديو كتبوا لي بالتعليق شنو احلى اوتفيت حبيتو. اوكي يلا ننتقل هسه للستايل رقم 6. واو الصراحة، ستايل رقم 6 يكون فستان، اذا عندكم الفساتين الضيقة
لون أسود أنا لابسته، بس هذا مو فستان، هذا يجي تنورة، وتي شيرت أسود. من الضروري أن يكون عندكم فستان اللي هو البنسل الضيق لون أسود، صراحة كلش حلو، لأنكم تلبسون فوقه جاكيت جينز، أي جاكيت، أي جاكيتات ألوان ثانية تقدرون تلبسونها. بس هالمرة يعني شوف كأنه، تخيلوا أنه هو فستان هذا كامل من فوق لتحت، بس هو تنورة. خلنا أوريكم، هو تنورة، هاي التنورة البنسل الضيقة، ولابسة فوقها التيشيرت الأسود ومع بوت رياضة، فكلش حلو. يلا ننتقل هسه للأوتفيت رقم، أي رقم وصلنا؟ قولوا وياي أي رقم، أي رقم؟ 7. سو هسه خلينا نشوف الأوتفيت رقم 7 شنو رح نقدر نلبس بعد على هذا الجاكيت الجينز. الصراحة هذا الستايل سوري صراحة هذا الستايل واو واو. الفكرة من عنده اللي هو التنورة البنسل اللي تكون ضيقة من فوق لتحت، لبست معاها، رجعنا لبسنا هذا التيشيرت اللي هو مخطط، ولبست فوقه الجاكيت. طبعا الستايل وايد 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 حلو، وكتبولي بالتعليق شنو أحلى مع هالتنورة، ولا التنورة اللي تكون شوية عريضة لأم الكسرات اللي لبستها قبل، ولا مع تنورة ضيقة. صراحة وايد حلو هالستايل، وايد حبيت. شفتوا؟ هاي أنا واحدة منكم ترى، أول ما أطلع أريد عندي طرح أقول شنو عندي بالكبت، وهسه إحنا طلعنا من هذا until now 7 outfit، 7. خلينا نشوف باقينا 3. يلا جاهزين؟ خلينا نروح على الأوتفيت رقم، إن شاء الله ما غلطة بالحسبة، رقم 8. واو واو واو، هالمرة شنو قلت؟ خلينا ندخل شيء لون ثاني، لون يكسر غير اللون الأبيض والجري والأسود، فدخلت هذا اللون الماروني. طبعا التنورة عندي أنا شوي عريضة، هي كل ما كانت ضيقة تكون أحسن، فلبستها مع التنورة اللي هي البنسل مثل ما أنتم شايفين. وايد حبيت، يعني جبنا لوك ثاني جديد من بس قطع أساسية. قاعد تتخيلون احنا قاعد يعني قاعد استخدم بس قطع أساسية اللي هي تيشيرتات لون أسود أبيض جراي تنورة، يعني هاي الأشياء الأساسية اللي لازم تكون موجودة عندنا. فصراحة وايد حبيت ان كسرنا اللون، ويقولون لما يعني تلبسون أقل شيء أقل شيء تبون تسوون ميكس ألوان، 3 ألوان كافية، إذا أكثر تصير خربطة. سعدنا 1 2 3. يلا ننتقل على الستايل رقم 9. واو واو واو، لبسته مع تنورة لونها بينك وتيشيرت أبيض والجينز. شنو رأيكم؟ وايد حلو، حبيت إنه دخلنا به اللون البينك. الصراحة أنا هالفترة قاعدة أشوف إن الخزانة مالتي، ولا أكتشف إن أكثر الألوان موجودة عندي اللي هي هاي البيبي بينك، مع إن قبل كان عندي أكثر شيء الأسود، فحبيت أغير. والصراحة اللون البيبي جرين هذا اللون كلش حلو، يعني يمشي مع كل مكان، في مكان وزمان، في كل مكان وزمان ينفع. شنو رأيكم بهذا الستايل؟ الصراحة حبيته كلش حلو، كلش كلش حلو. I love it، I love it، I love it، I love it. يعني cute بكياته هيجي، كلش حلو، وايد حبيته الصراحة. مع ان الجاكيت طويل لكن جاي مع التنورة، يعني شي perfect، حلو. بعد ما ادري اذا ينحط حزام بعد يصير احلى، ما ادري. لا لا مو حلو حزام مع الجينز. يلا خلينا ننتقل هسه الاخر لوك، لوك رقم 10. وهذا اللوك الاخير لبسته، ادري هسه راح تقولوا لبستي قبل، لا لبسنا الجراي مع الابيض، هالمره لبسته مع جراي درجه ثانيه، وشفته هي شويه ممل فقمت زينته، لبسته اكسسوري يعني معاه، وهذا هو اللوك الاخير. شنو رايكم؟ طلعنا 10 اوتفيت ولا ما طلعنا من بس قطعه واحده؟ صراحه روعه روعه
روعة روعة. أوكي حبايبي، وصلت أنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم، وإذا حابين هيج فيديوهات أنزل بالمستقبل لا تنسون أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتي، ولايك حق هذا الفيديو وشير بين أحبابكم إذا حابين. أشوفكم على خير بفيديوهات قادمة. كانت معاكم زهرة، باي باي.